قريب من النهضة، قريب من التكتل، برشا كلام اليوم عليه ولا حديث إلا على السيد مهدي بن جمعة. شنو المعطيات اللي عندك جمال؟ المعطيات اللي عندي كونه السي مهدي بن جمعة أول لقاء ليه بالحكومة هذه وبالأساس مع قيادات النهضة كان خلال صالون نتاع البلانيت في باريس. سيدي السعيد درس معاه، كان درس معاه في وقت سابق، قدموا سي حمادي جبالي حكى معاه، راه فيه كفاءة وطنية، قال له علاش ما يجيش معنا السيد هذا. في الأثناء استقال السيد حمادي جبالي، جاء سي علي العريض. سي علي العريض معناتها عاود اتصلوا به من جديد، وبالتالي جاء لتونس وقبل بحقيبة وزارة الصناعة. الشخص هذا معناتها عنده علاقات دولية كبيرة برشا، يفهم الملفات نتاعو، انسان ميثوديك في العمل نتاعو، يمن بالكفاءات، ضد معناتها التنصيب في المواقع الحساسة بالنسبة على مستوى معناتها الولاءات، يرفضها المسألة هذه. مسألة أخرى عنده علاقات دولية على المستوى الدبلوماسي أيضا، خاله محمد المصمودي معناتها اسمح له هذا في شبابه باش يقابل السيد عبد العزيز بوتفليقة مثلا. علاقاته الآن جيدة مع الجزائر، علاقاته جيدة مع ألمانيا، عنده معناتها المشاريع الآن هو في وزارة الصناعة، عنده مشاريع في الأفق لحل مشاكل معناتها الكفاءات العالية التونسية العالية. فما معناتها كلام متقدم، فما حديث مفاوضات متقدمة مع لواديس اللي هي تصنع مكونات الطائرة، تصنع الصواريخ، ممكن معناتها ممكن تجيب تونس بشكل كبير ياسر وبشكل واضح. عنده علاقات جيدة زادة أيضا مع، فما محادثات كبيرة برشا مع مؤسسة فولكس فاجن أيضا، ممكن معناتها باش تجيب تونس زادة أيضا. وبالتالي فإنه معناتها الرسائل اللي شفناها من القوى الشريكة لتونس بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كانت رسائل إيجابية جدا. ممكن بعد غدوة الأمريكان ممكن معناتها باش يعلنوا صراحة عن دعمهم للخيار هذايا، وممكن معناتها باش يقدموا ممكن مساعدات كبيرة برشا للحكومة هذية. وبالتالي الانغلاق اللي كان موجود على مستوى الشركاء الخارجين باش يتم معناتها باش يتم انفتاح نحو هذه رساله طمع للشعب التونسي. ما نجموش نحكموا على الراجل بالمسبق شكون هو معناتها مع النهضه ولا مش مع النهضه، ان نحاسبوه على الاداء نتاعو قبل ونشوفوا الحكومه نتاعو. اعتقد انه باش يحافظ حسب المعلومات اللي باش يحافظ على وزير الداخليه، لكن باش يصير نقاش كبير برشا حول وزير العدل، يحاولوا لغط كبير. نحكيو جمال شنو باش مساله اخرى بالنسبه اللي يقولوا اللي سي مهدي جمعة هو امتداد لحكومة علي العريض، لكن احنا شفنا اللي قالوا الكلام هدايا قدموا سي زبيدي وقدموا سي النابلي مصطفى كمال النابلي، هو امتداد لحكومة سي حمادي جبالي. محمد الناصر هو امتداد لحكومة الباجي قاعد السبسي. معناتها هدايا معناتها الكلام اللي سمعناه، التصريحات اللي سمعناها متسرعة برشا، ما عدا البارح سي الباجي قاعد السبسي كان محترز في كلامه، ما عطاه حتى راي في الموقف هذا، قال نشوفوا الراجل هذا ونشوفوا معناتها شنو هو اللي ممكن يقدمه لتونس. وبالتالي معناتها ياخذوا موقف، ويبدو ان حركه نداء تونس خذت قرار كان باش ياخذوا موقف يوم الخميس القادم ان شاء الله. يعطيك الصحه جمال.